هذا خصنا نكونوا في الدستور الجديد وممكن نجي نسولونا. وحاجه اخرى، حيث انا مشيت للانتخاب في الحمله ديال الانتخابات اللي مشيت في 2007، اللي شفت هو اغلبيه ديال المغاربه والشباب اللي هو المستقبل ديال المغرب ما تعرفوش شنو هو اليهود. حيت انا كنت في الحي، في واحد الحي في الدار البيضاء، والدراري بين 15 و20 عام، والاغلبيه في المغرب الشباب 70% ديال الشباب ديال المغرب عندهم 20 عام، ما عرفوش شنو هو اليهود. الوغ الفلطه ديالت من ديالت المعلمين، ديالت الثقافه، ديالت التعريف. شكرا جزيلا سي لكا. كون طبعا هذا داخل في اطار يعني الحقوق في الهويه، الحقوق الاقليات الدينيه، واللي هي ايضا ما بين اختصاصات المجلس الوطني. اولا يمكن لي نقول وبفخر شديد انه في المجتمع المغربي ما كنحسوش على انه كيتميز بين المواطنين على اساس ديني. ما كاينش، ما كنحسوش به. المساله الثانيه عدم المجلس، انتخاب، التدبير الديمقراطي، كنظن بانه هذا شان يهمكم، وانتم خصكم تدافعوا على الاستقلاليه ديال القرار ديالكم بما في ذلك اختيار المسؤولين ديالكم. اللي كيهمني انا في المجلس الوطني لحقوق الانسان انني عندي تمثيليه ديال الجاليه اليهوديه بقوتي القانون. طيب